هنتكلم دلوقتي عن النيوكلاس. طبعا النيوكلاس دي موجودة في الايو كاريوتس. ايو يعني حقيقي، كاريو يعني نواة، ايو كاريوتس حقيقيات النواة اللي هما زي الانسان والحيوان والنبات. ففي عندنا اللي هما البرو كاريوتس، برو يعني بدائي، كاريوتس يعني ما عندهمش نواة، ما فيش نواة في الخلية. طبعا الخلية لو دي عبارة عن السيل، وبيبقى جوه هنا دي النيوكلاس بتفصل مكونات النيوكلاس عن السائل هنا ده كله، ده اللي احنا بنسميه سيتوبلازم. فدي النواة مفصولة عن البيئة اللي حواليها اللي هي السيتوبلازم. مفصولة بإيه؟ مفصولة بحاجة اسمها نيوكليار ميمبرين، الغشاء النووي، نيوكليار ميمبرين. فإحنا عندنا دي أهو، هنكبر هنا بقى النيوكلاس، هنكبرها وهنشوف، هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن النيوكا ميمبرين ده زيه زي السيل ميمبرين، برضو بيتكون من تو ليرز، وبرضو بيبقى فوسفوليبيدز يعني شبيه بالسيل ميمبرين. ولكن هنا هنلاحظ حاجة، هنلاحظ شايف فيه هنا فراغات بنسميها نيوكليار بورز. بور يعني ثقوب او فراغات. ليه؟ عشان احنا عارفين ان النيوكلياس بيكون جواها الدي ان ايه اللي بعد كده بيبدأ يطلع من البورز. الدي ان ايه بيطلع من البورز عشان بعد كده زي ما هناخد في البايو كيمستري يبدأ يعمل بروتين سينثيس، تصنيع البروتين. فالبورز دي عشان يخرج منها الدي ان ايه، ويدخل برضو حاجات تغذي النواة من جوه. تمام. طيب فاذا دي النيوكلاس اهي، حواليها نيوكليار ميمبرين. نيوكليار ميمبرين بيكون جواه نيوكليار بورز، وبيكون في الجينيتك ماتيريال، الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه. وهنشوف الدي ان ايه ده بيكون موجود على هيئه ايه داخل النيوكلاس. بيكون موجود على هيئه حاجه اسمها الكروماتين. الدي ان ايه ده، الدي ان ايه اللي هو الشكل المزدوج ده اللي انت اخدتوه في الثانويه، الدي ان ايه ده لو اتفرد طوله تقريبا 2 متر. 2 متر ازاي يدخل فيه؟ مش في الخليه، ده في نواه الخليه. الدي ان ايه ده هنعرف بعد كده ان بيحصل له باكجينج، بيبدا يتضغط لحد ما يوصل للشكل اللي هو اللي انتوا عارفينه كله، اللي هو الكروماتين. لما يمسك في بعضه كده اهو، 2 كروماتين يعمل لنا حاجة اسمها الكروموزوم. المهم دي محاضرة لوحدها، ازاي الدي ان ايه ده بيوصل للشكل اللي هو الكروموزوم اللي هو شكل الاكس ده. دي محاضرة الجينيتك ماتيريال. فاللي نعرفه عن النيوكلاس ان هي محاطة بغشاء نيوكليار ميمبرين، الغشاء النووي، شبيه بالسيل ميمبرين ولكن موجود فيه بورز، فتحات بنسميها نيوكليار بورز، وموجود من جوه الجينيتك ماتيريال الدي ان ايه على شكل كروماتين. عندك برضو هنا موجود النيوكليولس دي النوية، نيوكليولس النوية، والسائل اللي جوه ده بنسميه نيوكليوبلازم. طيب اذا النيوكلاس راوندد اور elongated structure يعني مدوره او طويله، على حسب. في بعض الخلايا بتكون فيها مدوره، في بعض الخلايا بتكون طويله. طبعا دي موجوده في الايوكاريوتس في حقيقات النواه. كنترول اول سيلولار ميتابوليك اكتيفيتي، تتحكم في النشاط الخليه، لان موجود فيها مين؟ اهم حاجه في جسمك، الماده الوراثيه الدي ان ايه. طبعا النيوكلاس
It's membrane bounded organelle، يعني حواليها ممبرين، دي من ضمن الممبرين bounded bounded organelles، حواليها النيوكلير ممبرين، تحتوي على الدي ان ايه بداخلها، والنيوكلياس دي الفانكشن بتاعتها انها تعمل ايه كنترول السنتر اوف ذا سيل، دي مركز التحكم، دي مخ الخليه، لان يعني فيها الدي ان ايه اللي بيتحكم في كل حاجه في حياتنا. طبعا النيوكلياس از ابسنت في البروكاريوتس، يعني مش موجوده في البروكاريوتس، البروكاريوتس اللي زي البكتيريا دي، زي البكتيريا دي بروكاريوت ما فيهاش نواه، بتلاقي ان الدي ان ايه فيها ادي خليه اهي، بتلاقي ان عندها حاجه اسمها نيوكليويد، نيوكليويد اويد دي يعني فيك، مزيف، مزيف فيك، يعني هتلاقيها دي الفرق بينها وبين النيوكلا بينها وبين النيوكلاس، ان النيوكليويد دي لا دي ما في ما مش محاطه بنيوكلير انفلوب او نيوكلير ممبرين، غشاء نووي، مش محاطه بغشاء نووي، وهتلاقي ان الدي ان ايه قاعد كده شكله شكل دائري بيسموه سيركيولار دي ان ايه، موجود في السيتوبلازم، مش محاط بنيوكلس، مش محاط بنيوكلس، ده في البروكاريوتس، عكس طبعا الايوكاريوتس اللي بتكون موجود فيه نواه، موجود فيها الدي ان ايه، محاطه بالدي ان ايه، المحاطه بال سوري محاطه بال بال دي ان ايه محاط بالنيوكلس، وفي نيوكلير انفلوب، ده في الايوكاريوتس. طيب تعال نشوف بقى السايت، مكان النيوكلس، قالك والله ان النيوكلس موجوده قلنا في كل الايوكاريوت سيلز، ما عدا على فكره عندنا تو تايب اوف سيلز ما فيهمش دي، ما فيهمش نيوكلس، الريد بلاد سيلز، كريات الدم الحمراء، الريد بلاد سيلز ما فيهاش معظم الاورجانيلز، ما فيهاش نيوكلس، ما فيهاش الميتوكوندريا، ما فيهاش الجولجي كومبلكس، ما فيهاش معظم الاورجانيلز. ليه؟ هنعرف في شابتر الدم ان الريد بلاد سيلز دي خليه كده هو باي كونكيف، مقعره من ناحيتين، وربنا فرغها من كل الاورجانيلز عشان الريد بلاد سيلز دي وظيفتها انها تحمل الاكسجين. ومين بيحمل الاكسجين؟ بروتين اسمه هيموجلوبين، الهيموجلوبين. فالهيموجلوبين ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين رباعي بيكون من اربع وحدات كده اهو، اربع وحدات كل واحده منهم بتحمل اكسجينه، فربنا فرغ كل الريد بلاد سيلز من الاورجانيلز عشان الريد بلاد سيلز تعبي كميه محترمه من الهيموجلوبين عشان تنقل كميه محترمه من الاكسجين. في عندك برضو البليتليتس، الصفائح الدمويه، هنعرف برضو ان الصفائح الدمويه دي بقى باي كونفكس، يعني عكس الريد بلاد سيلز، هتلاقي شكلها عامل كده اهو، محدب من ناحيتين. البليتليتس دي برضو ما فيهاش النيوكلاس، لان هتلاقي برضو معبايه بجرانيولز، جرانيولز دي حقائب كده موجود فيها مواد معينه تساعد البليتليتس انها تروح للمكان اللي فيه الجرح وتلزق في المكان ده، فما فيهاش نيوكلس، وان اصلا البليتليتس بتقعد فتره وبتموت، فدي بتروح للمكان اللي فيه الجرح وتقعد فتره لحد ما يحصل التئام وتموت، فما فيهاش النيوكلس. طيب بالنسبه للنمبرز، والله قال لك معظم خلايا جسمنا مونو نيوكليتد، نيوكليتد يعني نيوكلس، مونو يعني احادي، معظم خلايا جسمنا، الخلايا اللي جسمنا فيها خليه فيها نيوكلس واحده، الا بعض الخلايا بتشتغل كتير في جسمك، فبتلاقيها فيها تو نيوكلس، يعني بيسموها باي نيوكليتد، او فيها مالتي، يعني فيها نيوكلس كتير، زي مثلا الليفر سيلز، الليفر سيلز دي خلايا الكبد، الكبد عليه ضغط كبير جدا جدا، وفي شابتر كامل اسمه الليفر، الكبد بيصنع حاجات كتير، الكبد شغال طول اليوم بينظف جسمك من السموم، فتلاقي الخلايا بتاعته
بتشتغل كتير، فمحتاج نيوكلياس كتير عشان تنتج دي ان ايه، والدي ان ايه يصنع بروتينز كتيره. فبتلاقي خلايا الليفر بيسموها هيباتو يعني كبد سايت. احنا قلنا كلمه سايت قبل كده يعني خليه. هيباتو سايت بيكون فيها بتبقى باي نيوكليتد، فيها تو نيوكلياس. في عندنا التوب سيلز اوف ترانزيشنال ابيثيليوم. ترانزيشنال ابيثيليوم ده اللي هو ترانزيت يعني ما بيطولش، يعني ايه ده؟ هتلاقيه موجود مثلا عندك في اليورينري سيستم، موجود في اليورينري تراكت الجهاز البولي. الترانزيشنال ابيثيليوم ده بيشتغل انه لما نيجي ندرس بالتفصيل اليورينري سيستم هتعرف ان الترانزيشنال ابيثيليوم ده بيطلع منه تشو اخر، وبيحصل فيه ريجينريشن كتير، فبالتالي محتاج ان يكون فيه اكتر من نيوكلاس، فده بيكون باي نيوكليتد. في عندنا برضو خلايا العضلات المسل سيلز. انت عضلات جسمك دي شغاله طول اليوم، عضلات جسمك شغاله طول اليوم، فدي مش باي نيوكليتد، دي محتاجه اكتر من نيوكلاس، محتاجه 5 و10 و20، محتاجه نيوكلاس كتيره جدا تبقى في الخلايا بتاعتها، فدي بتبقى مالتي نيوكليتد. في عندك برضو الاوستيو كلاست. اوستيو يعني عظام، كلاست يعني تكسير. انت عظام جسمك اليوم كله وطول عمرك العظام دي بيتكسر منها وتتبني، يتكسر العظام القديمه، في المحتويات القديمة تبدأ تطلع برا العظام وتبدأ ترجع محتويات جديدة. فربنا خلق لنا تو بونز، واحدة تكسر واحدة تبني، اوستيو كلاست واوستيو بلاست. اوس يعني عظام، كلاست تكسير، بي بلاست بناء، فدي بتبني ودي تكسر، فدول شغالين على طول، شغالين على طول. ولمعلوماتك العظام ما بتوقفش في النمو، دايما بتقعد تشتغل، في المحتويات قديمة تطلع بره العظام، محتويات جديدة تدخل جوه العظام. اوستيوكلاست تكسر وتطلع محتويات القديمة، اوستيوبلاست تدخل جديد. فالخلايا دي شغالة على طول، فدي لازم تكون مالتي نيوكليتد، فيها اكتر من نيوكلاس. طيب السايز، انا والله في بعض الخلايا النيوكلاس فيها بتبقى سمول، شايفين الصور هنا اهو، دي مون نيوكليتد ودي باي نيوكليتد، دي بالنسبه للنمبرز. السايز في والله خلايا تبقى فيها النيوكلاس سمول، في ميديوم، في لارج. قالك بعض النيوكلاس ممكن توصل ل 25 مايكرون، عندك مثلا زي في الاوفم تبقى كبيره، في الاوفم تبقى كبيره اللي هي البويضة اللي تحتوي على حاجة مكونات كتيرة جدا، ونشرحها بالتفصيل في الجهاز التناسلي. الأوفم البويضة فيها تبقى محتويات كتير، فتبقى كبيرة توصل لخمسة وعشرين مايكرون. طيب بالنسبة للشيب، قال لك والله في خلايا بتبقى النيوكلس بتاعتها راوند يعني مدورة راوند، في نيوكلس تبقى أوفل بيضاوية، أوفل بيضاوية الشكل. في ساعات بيكون فلاتن يعني بتلاقيها فلات مفلطحة فلات، وفي ساعات بتلاقيها رود شيب زي يعني زي العصاية، رود شيب بتلاقيها شكلها كده. في اللي هي الهورس شو زي حلية الحصان، شايفين دي زي حلية الحصان اللي بتحط في كعب الحصان. في كدني شيب شكلها زي الكدني، شكلها كده اهو كدني شيب. في تبقى بايلوبد زي في النيترو، في زي في النيتروفيلز، في خلايا اسمها دي من ضمن خلايا الدم البيضاء بتبقى فيها اكتر من لوب، ادي فص اهو وادي فص. النيتروفيلز تبقى فيها اكتر من فص، تبقى النيوكلس بتاعتها فيها اكتر من فص، دي بيسموها الباي لوب، او بتبقى لوبيوليتد فيها اكتر من لوب، يعني تلاقي كده اهو
البولي لوبز بتلاقيها في اكتر من لوب، زي في النيوتروفيلز ممكن تلاقي فيها 2 لوبز او اكتر من 2 لوبز، دي اللي هي سيجمنتد اور لوبيوليتد او سموها البولي البولي لوبيت. البولي لوبيت يعني فيها اكتر من 2 لوبز، ممكن تكون باي لوبز يعني في اكتر من شكل، ممكن تبقى اس شيبد شكل حرف الاس، في اكتر من شكل النيوكلاس. طب بالنسبة للبوزيشن وضع النيوكلاس في الخلايا، ممكن تكون سنترال يعني في منتصف الخلية، يعني هذه الخلية هاي وهي في منتصف الخلية سنترال، ممكن تبقى اكسنتريك. اكسنتريك يعني تلاقيها حصل لها نزوح على طرف على جانب الخلية زي ما انتم شايفين اهو، اخذ جانب وقعد فيه. ممكن تكون بريفرال على الاطراف بريفرال، ممكن تكون بيزل يعني في القاع زي في خلايا الانتستاين. خلايا الانتستاين زي ما هندرس في الجي اي تي، بتلاقي ادي اهو ادي الخليه كده اهو وهي في البيز في القاع تحت، ادي الخليه اهي وادي النيوكلاس في القاع تحت.